عسلامة، مرحبا بكم. بمناسبة عيد العالمي للمرأة حبيت نهنيك المرأة التونسية ونقول لك إن شاء الله كل عام أنت بخير، إن شاء الله كل عام أنت متألقة. العيد هذا يعني لي برشا، خاصة المرأة التونسية هي مرأة ذكية، مرأة خدامة، تحب تطمح لبرشا، كي تحط حاجة في بالها تحققها. إن شاء الله ديما متألقة واصلة كيكة، خلي ثقتك بروحك ديما، تطمح للقدام، لفات إنها تربي ولادها اللي توصلهم، المرأة اللي تخدم، المرأة اللي تتحمل برشا صعوبات، جست باش توفر برشا حوايج لعائلتها، خاطر راحتها في راحتهم هما. ان شاء الله ديما متالقه ونقول لك فكر ديما بوزيتيف، خلي احلامك كبيره هكاك، بقدر ربي تسعى اللي تسعى له يسعى لك.